صباح الخير عليكم جمهور شاشة الصحة والجمال وجمهور برنامج فكرة، أهلا بيكم في حلقة جديدة. عايزة أتكلم، بس قبل ما أتكلم وأقدم الضيف بتاعنا، عايزة أقول مقولة كويسة جدا شفتها بتقول: إذا أردت أن تكون في حياة سليمة فاجعل دوائك طعامك، واجعل طعامك هو دوائك. النهاردة معانا أخصائي التغذية دكتور محمد جمال، منورنا في الاستوديو. محمود جميل، متأسفة، منورني. عايزة في الأول كده يا دكتور أسألك سؤال مهم جدا. احنا طبعا في شهر رمضان والناس بتستغل ده وبتستغل الصيام ان هي ممكن تكون بتنقص وزنها، بس طبعا هو بعد الفطار يعني بتحلي بحلويات، فعايزة أسألك ازاي ممكن نستغل الموضوع ده؟ طيب، في البدايه خليني اسمح لي بس كده ان انا ارحب بحضرتك طبعا وبالساده المشاهدين كلهم، تمام، والمتابعين. وطبعا دي فرصه جميله جدا ان احنا نكون مع حضرتك ان شاء الله. بالنسبه لشهر رمضان الكريم، شهر رمضان هو شهر النفحات وشهر البركات، هو شهر فيه بتنزل فيه الرحمات، شهر الخير بمعنى الكلمه فعلا، تمام. شهر له فوائد صحيه علينا عديده جدا، تمام. اولا ان هو بيبدا يخلص جسمنا من السموم، تمام، بيبدا يعزز جهاز المناعه عندنا في الجسم. كمان من الحاجات المفيده جدا بالنسبه للصيام ان هو بيبدا يظبط لنا ضغط الدم، وبيبدا كمان يساعد على التحكم في السكر في الدم. عشان نبدا نستغل شهر رمضان الكريم بان احنا نبدا ننقص وزننا بشكل صحي وبشكل سليم، مهم جدا ان احنا نتبع سنه سيدنا النبي، تمام، ونتبع قول الله تعالى فيه. اول حاجه ان احنا ما نملاش معدتنا على الفطار قوي. ازاي؟ قال تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا واشربوا ولكن ولا تسرفوا. صح. هنا بقى هنا النقطه كلها في الاسراف. يعني ايه؟ كل وكل حاجه بس ما تسرفش. طيب، يا عشان دكتور يعني انا اسفه جدا، بس كمان رسولنا قال اجعل ايه ثلث ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. بالظبط. وسيدنا النبي كمان برضه من الوصايا بتاعته ان احنا نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. صح. واذا اكلنا لا نشبع. يبقى هنا المهم جدا ان انا لما اقعد على الاكل ما اقومش شبعان. طيب، عشان استغل النمط دوت، احنا حاليا في فرصه كبيره جدا جدا ان احنا بنخلص نفس الجسم عندنا بيتخلص من السموم. والدهون هي نسبه سميات عاليه، سواء كانت مثلا نسبه دهون زي الفاتي ليفر او خلافه، هي نسبه دهون بتبدا تعيق عندنا الاجهزه الحيويه في الجسم. طيب، ان انا ابدا اتخلص منها خلال شهر رمضان ده حاجه ميزه كويسه جدا. طيب، بس ازاي؟ ان انا اتبع نظام غذائي سليم وصحي، ما اجيش على وجبه الفطار وابدا اعوض كل اللي انا قعدت 16 ساعه ابدا اكلهم في وجبه واحده. ازاي؟ ان انا طبعا زي ما قلنا ان احنا ما بنملاش المعده بتاعتنا، كمان بنبدا نتجه للخضروات شويه، الخضروات بتاعتنا بنبدا نديلها يعني النصيب الاكبر من النظام الغذائي بتاعنا، بنبدا ناخد السوائل بتاعتنا، تمام؟ عشان برضه من الحاجات المهمه جدا ان احنا اثناء فتره الصيام بنفقد نسبه كبيره من السوائل، بنبدا نعوضها. بنهتم جدا من الحاجات المهمه واللي احنا المفروض نبدا كلنا نحافظ عليها، الرياضه. طيب، امتى الرياضه نبدا نلعبها او الاصح ليها؟ تمام، على حسب الحاله الصحيه للشخص. يعني ممكن في ناس اللي بتبدا تخفض الوزن بتاعها ممكن تلعب قبل الفطار، مفيش عندنا اي مشكله خالص طالما ان جسمه قادر. طب بالنسبه ان هو بيبقى الموضوع ده بيخليه يعطش، وخصوصا ان احنا دلوقتي في الحر. ما احنا هنتكلم في النقطه دي. الوقت حاليا الجسم بيبقى في استعداد كبير جدا لفقد الدهون، تمام، فاحنا ممكن نستغل المده اللي قبل الفطار، بس قبل الفطار على طول. يعني ايه؟ ان انا اخلص تدريب اقعد ربع ساعه ثلث ساعه بالكثير، وابدا اخد الوجبه بتاعه الفطار بتاعتي، وابدا انظمها زي ما سيدنا النبي قال ان احنا نبدا بيها في الاول ثلاث تمرات وهم سنه سيدنا النبي، وبعد ومعاهم كوبايه ميه. بعد كده بنبدا نقوم نصلي المغرب، تمام، وبعد كده نبدا ناخد الوجبه بتاعتنا بشكل صحي وبشكل معتدل. يعني يبقى في بالانس كده في الموضوع، ما يبقاش الاكل كله، تمام، او بكميات بشراسه بالنسبه للاكل. طيب، عايزة أسأل حضرتك بقى، إيه هي التغذية اللي بتكون صحية وسليمة، بس يعني خصوصا ان في الفطار بيحطوا، يعني محدش بيكتفي بوجبه واحده، تمام، بيحطوا مليون حاجه، كان يعني كلنا ناكل كل ده. شهر النفحات وشهر البركات طبعا، فالطبيعي ان احنا عندنا بيبقى في افراط في الاكل. لا، هو احنا امه وسط، امرت بالاعتدال في كل شيء، وبناء عليه، تمام، احنا اصلا في عندنا قاعده من قواعد التغذيه بتاعتنا او اداه من ادوات تخطيط الوجبات عندنا اسمها المودريشن او الاعتدال. يعني ايه؟ ابدا احط الاصناف بتاعتي اللي تكفي الاحتياج بتاعي. ما هي معنى كلمه اصلا التغذيه الصحيه او التغذيه الصحيحه بالنسبه للجسم؟ ان الجسم بتاعي يبدا ياخد المقدار الكافي ليه من الاحتياجات، تمام، ويبدا يبقى في عندنا عنصر الاوديكسي الكفايه من الوجبات بتاعتنا، بس بدون فايض. طيب، هو شهر رمضان احنا قلنا ان هو اصلا بيبدا يخلص الجسم من السموم وبيبدا يخلصه من الدهون، يبقى انا
المفروض الطبيعي ان انا الوقت بصوم 16 ساعه، اجي اعوضهم في اول 5 دقائق في الفطار ان انا اكل اكل ال 16 ساعه، لا ببدا انظم الوجبات بتاعتي. بنبدا ننظمها ازاي؟ زي ما سيدنا النبي قال بالظبط، تمام. بناخد الثلاث تمرات بتاعتنا وكوبايه الميه، بعد كده ممكن ناخد كاسه من الشوربه مثلا، سواء شوربه خضار تمام، سواء سوتي او ناي في ناي، تمام. دكتور، هو موضوع التمر ده اللي لازم بيتاخد او هو سنه طبعا عن الرسول، بيقولوا ليه فايده جامده جدا جدا. هو اولا ان الجسم اصلا هو بيبدا يطلع معايا السكر في الدم ولكن بدرجه خفيفه. يعني ايه؟ انا الطبيعي ان انا سكر الدم عندي فقد نسبه كبيره جدا من الجلوكوز تمام والجلايكوجين اثناء ايه فتره النهار. طيب احنا عايزين نعوض الكلام ده تمام بالثلاث تمرات. طيب في كمان نقطه ثانيه، كمان النقطه الثانيه ديت مهمه جدا، ان هو بيهيئ معايا المعده والامعاء، ما هي بقى لها 16 ساعه مش شغاله تمام. ما ينفعش ان انا اجي اقوم حاطط لها اكل كتير تمام وهي بقى لها 16 ساعه تمام. يعني مش الطبيعي ان انا ما افاجئهاش بالاكل تمام. فالثلاث تمرات دول بيبداوا يعملوا تمهيد ليها تمام. تاني حاجه، هي اصلا قول الله تعالى تمام، هي الابحاث اتعملت في الموضوع ده كتير، وقالوا ان الثلاث تمرات قبل بالنسبه للصيام تمام، اول حاجه ان انت بتجرح بيهم الفطار بتاعك بتبقى حاجه مفيده جدا. ولكن هو ربنا سبقنا في الموضوع دوت تمام من 1400 سنه تمام في القران، لما قال وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وسيدنا النبي دايما كان بيبدا بما بدا به الله تعالى، وهنا الايه بدات بالايه؟ بالفاكهه تمام. والثلاث تمرات يعتبروا جزء، يعتبروا من ضمن الفاكهه. هو ما دام سنه للرسول فالرسول اكيد يعني مفيش حاجه طبعا بتكون غلط. ربنا قال لنا كده، قال لنا وما انزلنا عليك القران لتشقى. لا احنا ربنا منزل علينا القران والصيام، طالما هي حاجه اتفرضت علينا اعرف ان الفوائد بتاعتها فوائد جامه. طيب بالنسبه بقى للفوائد، انا عايزاك تقول لي موضوع ايه الاكل اللي المفروض نهتم بيه قوي وبيكون مفيد بالنسبه لاي حد؟ طيب هو احنا عندنا زي ما احنا قلنا، زي ما احنا كنا بنتكلم الوقت حاليا تمام، بالنسبه ان شاء الله في الفتره اللي احنا فيها ديت دلوقتي نبدا نهتم بالخضروات شويه عشان الفيتامينات والمنرالز بتاعتها، كمان عشان هي بتبدا تعوض الجسم من السوائل اللي فقدها اثناء فتره اليوم. كمان بعد كده بنبدا ناخد البروتينات بتاعتنا، البروتينات بتاعتنا مهمه جدا عشان تجديد الخلايا. احنا عندنا برضو من ضمن فوائد الصيام ان هو بيبدا يجدد الخلايا في الجسم. طيب ايه اللي هيبدا العنصر اللي بيجدد الخلايا عندنا جوه الطعام بتاعنا؟ البروتينات. فمهم جدا ان انا بعد ما باخد ان شاء الله تمام الثلاث طماطم وكوبايه الميه بتاعتي وطبق الشوربه، بعد كده ببدا اخد سلطات مثلا او اي خضار، بعد كده ببدا اخد البروتينات بتاعتي وببدا اخد كميه قليله من النشويات. هو ده صح الصح اصلا؟ يعني لازم اللي عايز يخس يعمل الحاجه دي. لا احنا مش عشان تخس بس، المكرونه والرز والحاجات دي كلها اصلا هي غير مفيده، هي حاجات احنا عندنا مشكله كبيره جدا كمان، ان هي مش الفكره مش في النزول بس، الصحه العامه بتاعتي تمام. ما هو انا بهلك برضه بالنسبه للصحه للاجهزه الحيويه بتاعتي في الجسم. ما هو سيدنا النبي قال ما ملأ ادمي وعاء شر من بطنه، ما فيش حاجه هتقدري تمليها في الدنيا وهتبقى جايه عليكي بخساره قد ما تملي معدتك. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام تمام. فكون ان احنا مش بندور على التخسيس بس، انا بدور على الصحه العامه بتاعتي، على الشيب بتاعي، الشكل العام بتاعي. ما هو برضه احنا ممكن نكون برضه ننزل في الوزن اكون 100 كيلو وانزل وابقى 50 ابقى 60 بس شكل الجسم بتاعي مش كويس. طيب ايه اللي هيبدا يظبط شكل الجسم بتاعي؟ ان السعرات بتاعتي اللي تكون داخله تمام تكون فيها كفايه من الوجبات بتاعتي، يكون فيها عنصر الجلوكوز بتاعي الكفايه تمام، ويكون فيها بالانس متوازنه. طيب انا ممكن ابدا، طيب انا مثلا لسه جعان واكلت الدكتور محمود قال عليه ولسه جعان، انت عندك بعد التراويح بعد ساعتين او ثلاثه تمام ممكن تاخد وجبه ثاني، ما عندناش اي مشكله تمام. عندك ما بين الوجبات ممكن تاخد عناصر زي الفاكهه تمام، مهمه جدا. بس يا دكتور الفاكهه ما بتشبعش. ما هي الفاكهه حتى لو ما بتشبعش تمام، فالفكره فيها في الفائده الصحيه. يعني ايه؟ حاجات زي مثلا زي الموز غني بالبوتاسيوم مثلا. ماشي، بس حضرتك بتقول ان يعني المفروض ناخد وجبه بس هو واحد جعان هيروح ياكل فاكهه برده مش هيشبع. لا احنا ممكن بقى نعملها ازاي تمام. احنا بنقول مثلا بعد وجبه التراويح تمام، يبقى انا مثلا بدل ما كنت اكل مثلا طبق رز كبير مثلا او كلام من دوت، انا ممكن اخد من 3 ل 8 معالق مثلا او 9 معالق تمام على وجبه الفطار تمام، وده على حسب طبعا الحاله الصحيه بتاعت الشخص وعلى حسب الوزن بتاعه تمام. وبعد كده ببدا اجي بعد صلاه التراويح ممكن ابدا اكمل الوجبه بتاعتي تاني، كان انا قسمت وجبه الفطار بتاعتي على نصين تمام، وبشكل صحي تمام، والجسم يبدا يستفاد بيها وفي نفس الوقت ما اهلكش الجهاز الهضمي معايا تمام، وفي نفس الوقت يكون اللي عندي عمل المعده والامعاء يكون قايم بشكل كويس وقوي. طيب ايه بقى الاكل المفروض نتجنبه؟ ما تقوليش الشيبسي عشان انا بحبه. لا هو هي حته الاكلات اللي نتجنبها عموما تمام،
خلينا نبقى متفقين كده تمام ان الان هيلثي فود كله تمام اللي هو كله المعلب تمام بمواد حافظه او خلافه تمام كله ان هيلثي تمام. يعني ايه؟ احنا فعلا عندنا قاعده كمان بتقول ان جميع المواد الحافظه لما بتخش الجسم بتبدا تتحول لسموم وتتحفظ في شكل دهون. طيب انا الجسم اصلا كمان إيه، احنا بما انك ذكرت إيه نوعيه الشيبسات او البطاطس مثلا المحمره اللي بتيجي جاهزه وكده، لما بتيجي تبص على السعرات بتاعتها بتلاقي ان الباكت او الكيس بتاعها السعرات بتاعته سعرات وجبه كامله. يبقى انا لما اقدم لك وجبه تمام غنيه بالعناصر الغذائيه بتاعتي وفيها ومتوازنه ومعتدله ومتنوعه احسن ولا ان انا اقدم لك الشيبسين؟ لا طبعا ان انا اقدم لك وجبه كامله. على الاقل حتى انت هتقومي شبعان، هتاخدي فعلا جميع العناصر الغذائيه اللي جسمك محتاجها تمام، وهتقومي صحتك كويسه. طيب الشيبسيهات المواد الحافظه كلها، الميه الغازيه تمام، الكلام ده كله طبعا من الحاجات الممنوعه، البيبسي والسبن الكلام ده كله ممنوع ايا بقى مكان تمام. الميه الغازيه باصنافها كلها كمان من الحاجات اللي يجب التجنب فيها قوي تمام، الحاجات اللي هي مسكريات قوي. يعني ايه؟ الحلويات، احنا في شهر الحلويات تمام، كل الوقت حلويات تمام. ما فيش مشكله انك تاخد قطعه بحجم اصابع كف الايد كده، مش لازم ناخد الصينيه كامله. طب والشوكولاته؟ الشوكولاتات ما فيش عندنا منها مشكله تمام. الدارك بتخسس فعلا؟ لا هو ما فيش، بص اي ايد او اي اكل بياخده عن طريق الفم ما بيخسس تمام. ما فيش غير عندنا غير بس العنصر الوحيد اللي مالوش سعرات حراريه او لما بيخش الجسم هو الميه تمام. يعني هي الميه الوحيده، ومع ذلك ان انا لو شربت ميه وطلعت على الميزان فبلاقي وزني زاد تمام، الا لما الجسم بيبدا يصرف الميه في الوزن في الحاله الطبيعيه بتاعته. عشان كده ربنا قال وانزلنا عليكم ماء من السماء وما انتم بخازنين، فالجسم ما بيخزنش الميه، فالحاجه الوحيده اللي الجسم ايه بيبدا ياخدها او يتعامل معاها بشكل صحي هي الميه. طيب اي اكل بيتاخد عن طريق الفم بعد كده له سعرات ويتحسب من ضمن السعرات اليوميه بتاعتك. بس انت زي ما انت قلت حضرتك كده ان انا عايز مثلا اخد قطعه شوكولاته دارك، ما عنديش اي مشكله ان احنا ناخد قطعه من ديت تمام، بس تكون من ضمن السعرات بتاعتي اليوميه واخد بشكل معتدل. يعني طب يا دكتور، ما في ناس شهيتها فعلا مفتوحه جدا بجد فما بيقدروش يسيطروا على نفسهم، دي المشكله. هنا يعني كويس ان انت حضرتك ذكرت النقطه دي. النقطه ديت من النقط يعني المهمه جدا واللي كان المفروض فعلا ان احنا نذكرها، حته الاباطيل او الشهيه. احنا في حته او في ايام يعني سبحان الله احنا لو استغليناها هنطلع بحته يعني بجزء كويس جدا جدا، وهو ان انا ايه، ان انا بقعد 16 ساعه صايم. طيب انا لما قدرت اقعد 16 ساعه صايم تمام، هاجي في الثمان ساعات دومت واخدت الوجبات بتاعتي بشكل معتدل زي ما احنا متكلمين كده وقلنا تمام. طيب ان انا ابدا اقلل حجم الوجبات بتاعتي، ما حجم المعده عندي هيبدا يقل، ما هي عضله تمام، ولكن عضله ملساء يعني ما بتقدرش اتحكم فيها، فهيبدا حجمها يقل، وبالطبيعه هيبدا عندنا هرمون زي هرمون الشبع هيبدا يشتغل. لان احنا اصلا الفكره عندنا كمان ان الهرمون دوت يبدا يشتغل ان انا امضغ الطعام كويس وان انا اكل بشكل صحي. ما احنا برضه لو اتبعنا سنه سيدنا النبي في الوصايا الغذائيه اللي قال عليها تمام، هتلاقي الامور كلها سهله وبسيطه جدا تمام. طب انت ايه رايك في الناس اللي بتستسهل وبتعمل موضوع شفط الدهون؟ لا هو حته موضوع الشفط تمام، يعني خلينا نخلي الجراحات دي اخر حاجه تمام، وخلينا نتكلم ان انت طالما انك قادر تنزل في الميزان بشكل طبيعي وبشكل صحي اتعب على نفسك شويه واعمله، مفيش مشكله عندك انك انت تتبع نظام غذائي. هو انا حاليا لما اروح ان شاء الله اعمل شفط دهون تمام، او اعمل اي عمليه بالنسبه لي. في ناس عندها غدد بتكون فعلا تخليها تخينه جدا. هنا بقى لما تكون الحاله الصحيه تمام والطبيب المعالج يتحتم عليه الامر ان هو يبدا يعمل ايه او يبدا يخش بالتدخل الجراحي دوت. انما طالما ان انا ابدا اتعامل بشكل طبيعي وبلايف ستايل كويس وبهيلثي دايت كويس والامور بتاعتي يبقى فيها ميل بلاننج كده، تخطيط للوجبه بتاعتي، وان انا ابدا امارس زي الرياضه مثلا سواء الكارديو تمام، سواء التمارين الهوائيه، سواء التمارين المحاكاه، التمارين اللي بتبدا تشتغل معايا على زياده معدلات الحرق والتنفس، ايه المشكله ان انا اعملها؟ ايه المشكله؟ طب العكس يعني، وهتبقى يعني افيد لي واصح ليا. لان هو انا الطبيعي لو عملت النهارده شفط دهون وانا هتبع نظام غذائي صحي تمام، سواء قبل العمليه او الاثناء او بعد تمام. طيب ما انا في ايديا ان انا اتبع النظام الغذائي الصحي، يعني خلق المقصد من الكلام ان مخلي العمليات بلاش الاستسهال زي ما حضرتك قلت تمام. احنا النقطه عندنا انك بتستسهل. وحبوب التخسيس؟ لا حتى هنا بقى حبوب التخسيس تمام، يعني خلينا برضه نتكلم فيها تمام. انت تقدر ان انت لو انت اتبعت لايف ستايل كويس واتبعت نظام غذائي صحي كويس تمام، واللي تصرفه في الاكل بتاعك وان الوجبات بتاعتك تكون كويسه تمام ومعتدله،
وفي نفس الوقت توافي الغرض بتاعك من السعرات بتاعتك افضل بكتير من انت تصرف في الادويه سواء سين او صاد او اي منتج، تمام، طالما انت ما انتش محتاج له او ما انتش بالضغط الطبيه ليه. تمام. طيب انا عايزاك كده تدي نصيحه في الاخر كده لكل الشباب من خلال التخسيس ورمضان والوزن وكل حاجه. لا، هو احنا لو هنقدم نصيحه، تمام، احنا في شهر رمضان، تمام، شهر القرب من الله، تمام، ربنا جعل لنا الشهر دوت، حتى لما ربنا ذكره في القران بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه قال ان بسم الله الرحمن الرحيم ايها الذين امنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اول حاجه لازم تعملها تتجه انك يبقى في مسافه قريبه بينك وبين ربنا، وانك تتجه لله في الايام الكريمه اللي احنا فيها ديت، خاصه ان الاعمال فيها بتكون مقبوله وبتكون لها درجات عاليه. تاني حاجه بالنسبه للنظام اللايف ستايل بتاعنا او كده، لا، لازم تتبع نظام غذائي صحي، ولازم تحافظ على الحاجات اللي احنا قلنا عليها، تمام، وبالذات نسب الميه بتاعتك. يعني الناس اللي بتبدا تملى المعده بتاعتها دايما بالاكل وما تسيبش حيز للميه ديت او للنفس، ما ده غلط، تمام، وكده انت ما اتبعتش سنه سيدنا النبي، انت بتصوم زي سيدنا النبي، تمام، يبقى تفطر زي سيدنا النبي وتسمع كلام سيدنا النبي للاخر، تمام، عليه افضل الصلاه والسلام، اللي هو ايه؟ ثلثا لطعامه وسلسل لنفسك. يبقى انت خد الثلاث اكلات بتوعك، تمام، هتلاقي الامور الصحيه بتاعتك كويسه. طيب حته وجبه الفطار، بلاش انك تكون يعني جعان بقالك 16 ساعه او اقل او اكتر، تمام، وتيجي تقوم واكل على طول، تمام، لا، هيئ الجهاز الهضمي بتاعك الاول زي ما احنا قلنا، تمام، بسنه سيدنا النبي بثلاث تمرات او كوبايه ميه. طيب الناس اللي ما بتحبش التمر او كده، ممكن عندك نص كوبايه عصير، تمام، ممكن عندك نص كوبايه لبن وثلاث تمرات، ما عندناش اي مشكله خالص، والعصير بتاعك يكون طبيعي ويكون محضر من البيت، تمام، الفاكهه الطبيعيه موجوده، تمام، وبتهيالي دلوقتي هي حاليا ارخص من المجففه او ارخص من اللي موجوده في العبوات او خلافه، تمام، وامن وصحيه بالنسبه لك، تمام، وتبدا تاخد مثلا 10 دقائق او 15 دقيقه اللي هم بتوع الصلاه بتوعك، وبعد كده تبدا تاخد الوجبه بتاعتك تكون هيئه الجسم بتاعك ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتور، نورتني، ولينا اكيد لقاءات ثانيه كتير ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين،